وتوقع معي شو ابرز هاي الماركات. متوقع معي مستحيل تحزر، لوي فيتون وسيفورا. واحزر كم كانت قيمه هاي الصفقه، 15.8 مليار دولار. وكثير طلع كلام انها اكبر عمليه استحواذ لماركه تجاريه ضخمه وراقيه في العالم كله. وافقت شركه LVMH 3.2 مليار دولار في عام 2019 على مجموعه الضيافه الفاخره بيلموند. هسه رح تسالوني شو هي بيلموند اللي دفعوا عليها 13.2 مليار دولار؟ انا بحكي لك يا سيد العزيز، هاي الشركه بتدير اكثر من 46 فندق وقطار ورحلات نهريه. جاب ابوه بزماناته ثروه صغيره شوي من البناء. تعرف كيف بدا برنارد ارنولد؟ برنارد ارنولد جمع مصاري بمقدار 15 مليون دولار عشان يشتري ايش؟ عشان يشتري كريستيان ديور في عام 1985. بيشتغل اربعه من اولاده الخمسه في امبراطوريه ال في ام اتش، هم هيك بسموها امبراطوريه حسب مجله فوربس، انا ماخذ منها كل معلوماتي، اللي هم فريدريك وديلفن وانطوان والكسندر. كمان معلومه كثير مهمه عن برنارد ارنولد وبتكفي عن 100 معلومه عنه، كل يوم سبت بزور برنارد ارنولد اكثر من 25 محل تجاري واغلبهم بكونوا من منافسيه. تخيلوا. ومن ابرز الانجازات اللي حصل عليها برنارد ارنولد هي المركز الثالث في بليونيرز 2021، والمركز 56 في The Most Powerful People أو الأشخاص الأقوياء في عام 2018. ثروة برنارد أرنولد الحالية لحسب تقرير هذا الفيديو تقدر بأكثر من 175.1 مليار دولار. وهنا وصلنا للزعيم، وصلنا لمعشوق الجماهير، وصلنا لأفضل موتيفيشنال سبيكر على وجه الكرة الأرضية، إيلون ماسك. إيلون ماسك ذو 50 من عمره، وأكيد مصدر عيشه ورزقته من تسلا وكمان سبيس اكس. سبيس اكس شركة فضاء زي ما كلكم تعرفوا، هي اكيد منافسة لشركة ناسا والشركة الروسية كمان. مولود في اوستن تكساس، وحالته الاجتماعية في علاقة ان ريليشن شيب، يعني عنده بيبي حلو، وعنده 6 اطفال وماخذ شهادة بكالوريوس اداب في جامعة بنسلفانيا. بيعمل ايلون ماسك حاليا على انه يكون ثورة في مجال النقل على الارض من خلال شركته تسلا الكهربائية، وفي الفضاء عبر منتج الصواريخ سبيس اكس المعروف. بيمتلك اكثر من 21% من حصته في تسلا، ولكنه هو تعهد بيوم من الايام انه راح يخلي هاي الاسهم انها تنخفض لتصير جزء كبير من هذا القروض للناس. وانا اريد حكيت لكم 21% لانه اصلا مجلة فوربس الامريكية نفسها خفضت النسبة تحسبا لانه يكون فعليا بلش في هذا الموضوع. استقال المجلس رئيس مجلس الادارة في عام 2018 بعد ما طلع على التلفزيون وصار يعك على الناس بانه بده يخلي شركة تسلا انه يخليها شركة خصوصية، ومما ادى انه عمل كركبة كثير كبيرة وخلوهم يفتحوا تحقيق في البورصة كمان وفي الاوراق المالية. تقدر ميزانية سبيس اكس اليوم بأكثر من 74 مليار دولار بعد آخر جولة دعائية كانت إلها في فبراير 2021. على فكرة إيلون ماسك ولد في جنوب أفريقيا، تخيلوا، وبعديها هاجر إلى كندا، وتخيلوا كان عمره بس 17 سنة، وبعديها دخل أمريكا كطالب متحول ليدرس في جامعة بنسلفانيا. معلومتين خفيفات ولطاف عن إيلون ماسك. إيلون ماسك قبلوه في برنامج الدراسات العليا في جامعة ستانفورد الأمريكية، لكنه رفض أنه يروح وقرر أنه يبلش أول بيزنس لإله، وكان هو الموقع زيب 2. ومعلومة ثانية كثير حلوة عن إيلون ماسك أنه كان كثير يحب البرمجة، لدرجة أنه سوى أول لعبة لإله وكانت بعنوان بلايستر وباعها ب 500 دولار. ومن أبرز إنجازاته المركز الأول في Innovative Leaders 2019 أو القادة المبتكرون، والمركز الثاني Billionaires يعني Top Billionaires 2021. ثروة إيلون ماسك اليوم بالسماء مولعة 201.2 مليار دولار. وأخيرا وصلنا المركز الأول واللي أكيد أنتم متوقعينه، وأكيد هو جيف بيزوس. عمره 57 سنة ومصدر رزقته هو أمازون. مولود في سياتل واشنطن، وحالته الاجتماعية حاليا في علاقة in the relationships وعصير. عنده 4 أطفال ودرس أكيد بكالوريوس الآداب زي إيلون ماسك، ولكن في جامعة برينستون. أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون في سنة 1994. استقال من منصبه كسي اي او او شيف اكسكيوتيف اوفيسر عشان يصير اكسكيوتيف شيرمان، يعني بصراحه مش عارف شو معناها في العربي، اذا عرفت راح احط لكم اياها هون. وكان هذا الحكي في 5 جولاي 2021، يعني لسه الموضوع جديد. واكيد ازدهرت الامازون وكثير ناس عرفوا الامازون في الوباء اللي اجى، لانه الكل صار يقعد على بيته ويشتري شغلات اونلاين لانه ممنوع كان يطلعوا برا الحجر.
كان في حجر منزلي فممنوع حد يطلع برا البيت. نمت ايراداته في 2020 بنسبه اكثر من 38% لتوصل ل 386 مليار دولار. في ابريل 2020 حكى جيف بيزوس انه راح يعطي 100 مليون دولار لمؤسسه فيد امريكا، وهي مؤسسة غير ربحية يعني بتدير بنوك الطعام ومخازن الطعام في كل أنحاء العالم. واجهت أمازون انتقادات كثيرة من مجلس الشيوخ ومن عامة الناس لطريقة معاملتهم السيئة نوعا ما أو السيئة كثير لموظفينهم شغلتهم في الجائحة اللي صارت. طلق زوجته ماكنزي في عام 2019 بعد 25 سنة من الزواج ونقل ربع حصته لإلها واللي بتبلغ 16%. بيمتلك حاليا بيزوس بلو أوريجين وكمان ذي واشنطن بوست، وهي شركة طيران تعمل على إعداد الصواريخ للاستخدامات التجارية. وأخيرا نعطيكم معلومتين كثير حلوين ومش كثير ناس بيعرفوهم عن جيف بيزوس. من لما كان صغير جيف بيزوس عمل مع جده عشان يصلح جرارات أو جرافات كارتر بيلر. تخيلوا معاي انه جيف بيزوس التقى بمؤسسين شركة جوجل اللي هم لاري بيج وسيرجي برين في عام 1998، وقرر وكسنحت للفرصة انه يكون هو اول مستثمرين والممولين لشركة جوجل. وتخيلوا معاي انه استثمر اكثر من 250,000 دولار. جوائز جيف بيزوس كثيرة، ولكن أهمها المركز الأول في بليونيرز 2021، وأخذ المركز الخامس في The Most Powerful People 2018 أو قائمة الأشخاص الأقوياء في العالم. ثروة جيف بيزوس صراحة وكثير منافسه يعني إيلون ماسك كثير قراب عن بعض، يعني زيدوا لكم شوي عن إيلون ماسك نتفة صغيرة بيكون هو جيف بيزوس، لأنه يوميا بيطلع هو بنزل كذا يعني فاهمين كيف؟ مرة إيلون ماسك الأول مرة جيف بيزوس بيكون الأول. وبس هون نكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى كثير المقطع يكون عجبكم ونال على رضاكم، لانه صراحه شفت كثير مقطع حلو ولطيف وعرضت فيه المعلومات من كل جوانبها. واذا في شغله انا ما غطيت يا ريت تكتبوا لي اياها تحت في الكومنتات، واكيد راح اشوف كل الكومنتات وراح ارد عليها، وحسابي في الانستغرام راح يكون تحت في وصف الفيديو. وبس ديروا بالكم على حالكم، مع السلامه.